بسم الله، عندنا نموذج الشقة هذه ثلاثة غرف وصالة، مساحة 143 متر. نعرض لكم الشقة بشكل واضح. هذا طبعا الصالون، شكله ما شاء الله واسع بشكل، مطل على جبل أوليفان، موجودة في بلكونة شاحنة واسعة ما شاء الله، كونك مع أحد الغرف في المطبخ. جميل جدا. طبعاً توصيل المكيفات كلها خارجية، موصلة من الشقة كل الخارج. توصيل المكيفات موجود في الصالة. دواليب راكبة. هذا الحمام الأول هنا. هذا الحمام الأول اللي يخدم الضيوف. هذا الحمام الثاني اللي يخدم بعد الضيوف. مقابلة المطبخ الدواليب راكبة مع أجهزة التدفئة. ويفتح على البلكونة في نفس الوقت. نجي هنا من الغرف الموجودة داخل الشقة. هذه الغرفة الأولى طبعا تفتح على البلكونة. نجي للغرفة الثانية تطلع على جبل أوليفان. نجي للغرفة الرئيسية اللي هي ماستر روم مع البلكونة، مطلة بعد على جبل أوليفان. لها بلكونة خاصة فيها وإطلالة جميلة على المزارع وعلى جبل الوداع. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.